Patlıyor ha bu şey ya. Mermi mermi. Ha? Şey yaptı babaca. Hey yalla yalla. أي خرق للجيش التركي في إقليم كردستان العراق أيضا تواجه بمقاومة من الشعب الكردي بما لديه من إمكانيات، فبالتأكيد أي أنها لن تكون سهلة وإنما لن تكون بدون مقاومة. قرار البرلمان التركي الذي سمح بدخول الجيوش التركية إلى داخل أراضي إقليم كردستان، وكذلك أرفض رفضا قاطعا بتدخل إقليمي إذا كان من أي دولة إقليمية.